الرحمن تفضل. سيد رئيس، سؤالنا لكم السيد الوزير المحترم منطوقه عن التدابير المتخذة لسير العدالة في ظل المقاطعة الشاملة وتوقف أحد جناحيها، وحيثيته اقتباس لكلام أحد عقلاء هذا البلد. فمع تفهمنا لغضب المحامين، فإننا ندعوكم السيد الوزير إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية للمحامين التي ينبغي أن تتحلى بالمرونة اللازمة للتعاون على حل الأزمة القائمة، وذلك بالتوافق على الحلول الملائمة في استحضار لدور المؤسسة التشريعية طبعا. فالرجوع إلى الحوار البناء المثمر ضرورة ملحة وفضيلة مطلوبة، تفاديا لضياع حقوق ومصالح مرتفق العدالة الذين سيكونون هم الخاسر الأكبر في هذه الأزمة التي لا مبرر لها، والتي من الممكن جدا تجاوزها بما يجب من تبصر وحكمة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وشكرا. مستشار وسهامك بلغت قلبي، ماشي لان تضربت المصالح من موقعك، ولكن انا نقول لك انا يدي على كتفك. انا الباب ديال المكتب ديالي مفتوح، جي معهم غدا ونجتمع معهم ونفتح النقاش. وجاو عندي اعضاء في لجنه العدل التشريع، وكان عندي العدل التشريع في مجلس المستشار، كان عندي السيد رئيس اللجنه وتذكرنا في الموضوع، وجا عندي السيد رئيس لجنه العدل التشريع في مجلس النواب وتذكرنا في الموضوع. انا مستعد ان افتح الحوار معهم، يقولوا لي غير اش بغا، غير اش بغا، ويعرفوا حدودهم الدستوريه ونعرف حدودي الدستوريه، وعند حدودهم القانونيه ونعرف حدودي القانونيه. جمعيه في طرد 58 تمثل المحامين على راسي وعينيا، ممثل امي عينهم الدستور ويعطوا اختصاصات. وما هي حدودي انا في المفاوضات؟ انا لست فقط وزيرا، انا جزء من حكومه تتكون من 30 وزيرا، كل واحد عنده راي، وخصني نرضي الجميع وخصني ندير التوازن، ولكن حدوا لي اش بغاو. السيد المستشار، انا المكتب ديالي مفتوح لك شحال هادي، غيبقى مفتوح، يجي ونجلسوا بحضور لجنتكم بمقر البرلمان، ونجي للبرلمان ونتفاوض معاهم قدامكم. ايوا الغالب الله. السيد الوزير، الحقيقه احنا في لحظه فاصله وحاسمه، ولن اكون مصادرا على المطلوب. الصوت الصوت. ايوا ما عرفت واش كان مقطوع من الاول. شكرا. عاود لي التوقيت السيد الرئيس. ارجع لي التوقيت، راه كانت 2:15. السيد الوزير، نحن اليوم في لحظة فاصلة وحاسمة، لن أكون مصادرا على المطلوب إذا قلت بأنها لحظة مؤلمة. مؤلمة سيد الوزير في غياب المحامي عن رضوهات المحكمة. مؤلمة لأسرة العدالة بكل مكوناتها، للقاضي، للمحامي، للمتقاضي. مؤلمة للمحاكمة العادلة وللأمن القضائي. مؤلمة للحق في الدفاع. حق المواطن في الولوج الميسر للعدالة. نثمن عاليا سيد الوزير الإيجابيات التي جاء بها قانون مسطرة المدنية، فهذا أمر لا يمكن أن نختلف عليه، والإيجابيات كثيرة وكثيرة جدا، ولكن نسجل بعض المقتضيات التي جاء بها المشروع والتي تمس بحق الدفاع. هي مقتضيات تحتاج إلى تصويب وإعادة النظر، وأعتقد أنه الهدف الأول والأخير والأسمى هو حماية الوطن والمواطن. سيد الوزير، أنتم أكدتم اليوم بأنكم على استعداد تام للحوار، وهذا لا نشك فيه. لذلك اسمحوا لي سيد الوزير أن أدعوكم وكل الفرقاء من خلال هذه المؤسسة الدستورية التي نحن اليوم في رحابها، ومن خلال لجنة العدل والتشريع، باعتبار أن القانون اليوم معروض على هذه اللجنة، لنجلس جميعاً ولنتحاور جميعاً مستحضرين الحكمة والتعقل الذي جبلنا عليه في هذا الوطن، لأن دائما مررنا بكثير من الشداد وبالكثير من الصعاب، ولكن كنا دائما متسامحين، وهذا ما يعرف به المغرب وما يتعرف ما يعرف عن المغاربة في أنحاء في جميع المسارات التي هل. لذلك أقول لكم سيد الوزير، ونحن تحت القيادة الرشيدة، نريد أن ننتصر جميعا للحكمة وللتعقل وللخروج من هذا الإشكال الذي نعيشه اليوم. أكيد السيد المستشار، كنا كنتألموا، حتى أنا كنتألم، كنا كنتألموا، ما بغيناش هذا الوضع نوصلوا ليه، خاصنا نكونوا موضوعيين. أنا كنقول لك أنا فتح الأبواب ديالي ومستعد للحوار حتى داخل المجلس معكم، إلا بغاو يجوا يتذكروا معكم، شوفوا الصيغة القانونية، كنظن أن اللجنة لجنة مقدسة ومستقلة بذاتها، وتاخذوا قرار ترى مناسبة. أنا ما عنديش إشكال نناقش معكم القوانين ونناقش معكم كل شيء، ونعرف شنو هو الموضوع، ونعرف علاش اختلفنا. السيد رئيس الجمعية خرج وقال أنا لن أتفاوض. خرج السيد رئيس الجمعية وقال أنا أتفاوض بشروط. واش كاين شي مواطن ولا شي جمعية تشترط على الدولة؟ تشترط على الحكومة؟ اسمحوا لي،
انا مستعد، اعطوني الطلبات ديالكم، ما بغينا هذا الفصل وبغينا هذا الفصل وبغينا هذا الفصل وبغينا هذا الفصل، مزيان حددوا لي هذوك الفصول، ولكن واش القرار ديال نخلي هذا الفصل في الدين؟ راه عندي مجلس النواب وعندي مجلس المستشارين، الا جلست معاهم واتفقت معاهم اش علاش غنجي للجنه نناقش معاكم؟ اش غادي الدور ديالكم؟ انتم الوحيدين اللي كان عندكم الحق ترفضوا واحد النص وتلغي واحد النص وتجيبوا واحد النص. ورغم ذلك، رغم كل شيء، انا مستعد للحوار معهم من خلالكم ومستعد للوصول الى الحل، ولكن بصفتكم مشرعين انتم ستقرروا ديك الوقت بحال تحطوا الفصل القانوني اللي اختلفوا عليه، انتم بحكم موقعكم في الدوله وموقعكم في كمؤسسه دستوريه ديروا القرار اللي بغيتوا. انا ما عندي موقف تجاه المحامين، ولكن ادافع عن النص القانوني اعتقد انه شرعي وهذا حقي، وانتم مسؤولون عن الدوله التشريع، ديروا شغلكم، وهما عندهم مبدا المواطنه، تحملوا مبدا المواطنه وفي حقوق الناس وانتهى الموضوع. اذا كنا كمسؤولين احنا مستعدين، انا وانت السيد الرئيس عفوا السيد المستشاري اللي طرحتوا هذا السؤال، انا قلت لكم اليوم هنا اسبوعين الا ما اجتمعتش معكم، عندي سفر للخليج، الا ما اجتمعت معكم ديك الساعه غتجي هنا دير نقطه نظام تقول لي وهبي راه ما احترمتيش الالتزام اللي درتي امام هذا الملا كله، وانا لا اتلاعب في التزاماتي تجاه مؤسسه تشريعيه لكم احترموها. شكرا سيد الرئيس.